لا العذراء في حالة حب. طيب هو الصراحة الخبر الحلو شكله جاي للعذراء. بصوا بقى، أول حاجة strength القوة، بمعنى قلة القوة. العذراء إما إن هو مش بيواجه كما يجب، شايل في قلبه ساكت يعني زي ما بنقول، مش بيعبر عن اللي جواه، يمكن خايف لو عبر واتكلم هيكون طريقته فظة، أو هيقول كلام جارح، كلام يأذي، فيمكن عشان كده مفضل السكوت. يمكن بس واجه يا عذراء بطريقة دبلوماسية، اتكلم كده بطريقة دبلوماسية. إما إنه العذراء مسيطر ومروض، شخص بس بعقله، يعني شخص كبير كده قوي وهيبة وحاجة، بوزيشن أو يعني حاجة شخصية جامدة كده، وهو مروده بعقله كده بالطريقة كده بالراحة، حاجة من الاتنين. داخل على مغامرة، العذراء داخل على مغامرة. بيوصف كمان هو شخص طيب وشخص عفوي، وبيصرف على طبيعته الفترة دي، على طبيعته تماما، مش بيمثل، مش بيحط، يعني بيتصرف بعفوية تماما، مش سائل في الدنيا. كارت إيجابي جدا وحلو قوي، وممكن كمان زي ما قلت ممكن تكون مغامرة والعذراء، بس العذراء بطبيعته حذر، ف حالة السبونتينيس اللي انت فيها دي اللي هي الدنيا جميلة دي حلوة، بس خد حذرك برضه. نايت اوف كابس، عشان جاي بقول لكم العذراء شكل عنده حب. نايت اوف كابس، الاستاذ نايت اوف كابس ده عندك روح رومانسية، حساس، والدنيا عندك رهيفة شوية الفترة دي، شكل حب جديد والله اعلم، بس عامة جديد او قديم، فانت حاسس برومانسية، يعني حتى الناس اللي مرتبطين بقالهم فترة حاسين بحالة رومانسية وقلبهم رهيف كده. في اتفاق على حاجة هيحصل مع الشريك، واتفاق نحو المستقبل. الناس اللي لسه ما ارتبطوش رسميا ممكن يكون تجهيز يعني للارتباط الرسمي. الناس المرتبطين برضو يعني نوع من انواع بتفكروا في حاجة نحو المستقبل. العذراء ماسك على حاجة مش عايز يديها، يعني يمكن يكون اهتمام، يمكن يكون مشاعر، يمكن يكون فلوس، في حاجة ماسك عليها، بس لأنه اتقرص مش لحاجة، يعني هو اتقرص من الموضوع ده فمش عايز يدي. ممكن ماسك على ثقة، هو في موقف دلوقتي ان هو ماسك حاجة ومش عايز يديها. شكل الاتفاق فعلا في عيلة جديدة يا جماعة. 10 of cups، 10 اوف كابس سعاده، في حاله سعاده الحمد لله. الناس اللي مرتبطين اوريدي مش عيله جديده ولا حاجه، فهم في حاله سعاده الحمد لله، او بدايه عيله جديده، ناس يعني خلاص بتظبط للجواز، بيبنوا عيله يعني. العذراء برضو قوي الفتره دي، يمكن احساس الطاقه الايجابيه اللي عنده والسعاده اللي هو فيها دي محسسه ان هو قوي وبقى حكيم كده، وبيعرف يوزن الامور كويس، وعنده حكمه كده، والدنيا حلوه قوي ما شاء الله. قريتك جميله يا عذراء. في حاجه منتظره كان مستنيها بقاله فتره، يمكن حاجه اشتغل عليها، حط فيها مجهود كبير قوي، هتبتدي تبان بقى نتائجها دلوقتي، او خير عملناه في حد قبل كده بيترد لنا دلوقتي. انتوا عارفين الخير تعمل هتلاقي خير، شر هتلاقي شر، فهو ان شاء الله اديت خير وان شاء الله هتحصده دلوقتي. حالة الرومانسية اللي العذراء فيها ما تمنعش برضو من قوته وثباته. King of Swords، شخص ذكي محبوب، قوي قوي جدا برضو، عقله في ايده، يعني عقله هو اللي بيمشيه برضو. يعني العذراء طبعا بيحب عنده مشاعر كلها زينا يعني طبيعي، بس بيحب بعقله، يعني اللي بيلفت انتباهه وبيشد انتباه العذراء لازم يملى عقله الاول ويملاه مظبوط، يعني مش اي كلام، وهيسمع خبر حلو. في
في خبر حلو، انا مش عارفه احلى من كده ايه، بس يعني في خبر حلو، انا مش شفتش قرايه حلوه بالحلاوه دي. القرايه حلوه جدا يا عذراء، هلخصها بسرعه. تستنيلي يا دودي. العذراء مروض شخص مظبوط بعقله كده، يعني بالحنيه وبطريقه كده يعني very gentle، مسيطر على حد قوي جدا، او حد ذو نفوذ، او حد ليه سلطه عليه يعني. ممكن يكون مثلا اب جديد، فاهمين قصدي؟ فانتوا مروضين بشويه دلع كده وحنيه. مغامره جديده ان شاء الله داخلين عليها، في حاله رومانسيه كده وشعور بالرومانسيه، في عيله جديده او عيله سعيده، في قوه وثبات وحاله ثقه في النفس كويسه جدا، وبرده بناك قوي يا عذراء. لما بتبني حاجه بتبنيها مظبوط، يعني بناها ما بيقعش ان شاء الله. خير جاي لك ان شاء الله، عملته في حد بيترد لك او حاجه كنت مستنيها ان شاء الله هتجي لك. محبوب دلوقتي وسط الناس، والكاريزما بتاعتك كده عاليه، وهتسمع خبر حلو كمان يا عذراء. ما شاء الله الشهر ده حلو قوي، ما شاء الله عندك باذن الله. يا رب يا رب يعني الكروت تصدق. مساء الفل. طيب يا منى، ميرسي جدا ليكي حبيبتي وعلى النصيحه الحلوه دي. الحمل القراءة كانت موجودة يا دعاء فعلا، بس اتمسحت وقت لما الصفحة كان فيها مشكلة الوان، انا مسحته بايدي للأسف، بس ان شاء الله هعمل قراءة تاني بس شوية كده. برج الجدي يتقال امبارح يا غيث. والله يا جوليانا يعني باينه يعني كوبايات، لا انا شايفة كوبايات، لا ان شاء الله في ارتباط. التور هنصوت له تاني يا صفا، حاضر. فاطمة حبيبتي لا مش متأخرة ولا حاجة، انا لسه في المجموعة الاولى. دي المجموعة الأولى يا تميم، حاضر. أوكي مساء الفل، أهلا يا أحمد. أوكي التور اتكلمي عن الجدي. ساربيل اتكلمت عنه امبارح، موجود على الصفحة حبيبتي. قلتلك فولو كمان على الجروب طبعا. نورتيني يا سارة، وانتي بألف خير يا حبيبتي ان شاء الله يا دعاء. بشكرك حبيبتي. أهلا بيك يا أحمد، يا مساء الورد. الدلو بليز قريب جدا، فعلا جدا. ميرسي هدير. فمعايا الحاجه، حياتي كلها مش تمام، انا بجد تعبت خصوصا الايام دي، بجد نفسيتي مش مظبوطه. فاطمه انت برج العذراء، بس الكل عذراء اولى، المجموعه الاولى بس. احمد دي المجموعه الاولى بس، وعايزه اقول لكم موضوع تقسيم المجموعات ده مش شرط ينطبق على المجموعه كلها، ممكن انت تكون مجموعه اولى وتنطبق عليك المجموعات قرايه المجموعه الثانيه، انت ستيل جوه العذراء، فاهم قصدي؟ فاللي هيسمع القرايه اكتر قرايه هتبقى قريبه لحالته دلوقتي، يبقى هي دي القرايه المظبوطه معاه ان شاء الله يا رب باذن الله. لا ما شاء الله قرايتكم حلوه قوي. لسه واحده قايله لي دلوقتي ان قرايه العذراء بتاعت الشهر اللي فات حصلت بحذافيرها بالظبط، يعني الحمد لله سبحان الله والحمد لله. العذراء جميله جدا، ما احنا بنقول اهو يا بنقوله، انا بقول اهو. ويخليكي ليا يا شايمة. طيب يا جماعه ما شاء الله كومنت الكومنتس كتيره قوي، ومش هلحق اقرا كل ده، بس قلب على جواز مش عارفه ليه، قلب على جوزاء. هو انتم يعني لا بس الجوزاء يختلف، يختلف شكلا ومضمونا. طيب تعالوا بقى نشوف الحاله العاطفيه بتاعته ايه، مع ان شكلها حلو، شكلها حلو بالنسبه للناس، حاسه اكتر مايله لناس جديده، يعني علاقه جديده. هنشوف الناس المرتبطه بقى فعلا بقى لها فتره دي اخبارها ايه. صباح الخير يا شهندة. اوكي طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ بصوا الناس اللي مرتبطه بقالها كتير مش تمام قوي. احلى صباح عليك يا زينب.
العذراء حاسس ب نفسه في توازن، لا هو نفسه عايز توازن اكتر، مش حاسس ان هو العلاقه متوازنه كفايه، يمكن شايف كالعاده ان هو بيدي اكتر او بيهتم اكتر والشريك مش بنفس القدر يعني. نفسه مش عارفه، هو حاسس انه الريتم بطيء في العلاقه، الدنيا ماشيه ببطء شويه او واقفه، او يمكن عايز هدف معين، هو عايز سرعه شويه، عايز الدنيا يبقى فيها الاكشن اسرع شويه. شايف شريكه ازاي؟ شايف شريكه ما بيعملش حاجه، ما بيعملش حاجه خالص، يعني واقف مكانه كده، لا بيصد ولا بيرد زي ما بيقولوا، ما بيعملش حاجه خالص. الطاقه فيها تعب، الطاقه فيها تعب، تعبان، تعبانين الاثنين على فكره. الشريك عايز ايه؟ هي فعلا شكل الدنيا واقفه، مش عارفه دي مشاعر واقفه او ايه، ايه اللي متعطل بالظبط، بس هو نفسه العجله تدور شويه برضو ويبتدي يبقى في حركه، نفسه ما يبانش ضعفه قدامك، مش عايز ضعفه يبان، عايز يبان قدامك متماسك وقوي. شايفك ازاي؟ شايفك بتديله الحاجه من غير نفس، يعني انا حسيت الكارت ده كده، ان انت بتعمل الحاجه وانت عارف لو تعملها وخلاص، مش راضي، مش مبسوط، مش بتعملها بروح كده اللي هو انت فعلا عايز تعملها، بتعملها من ورا قلبك يعني. طيب ايه اللي بيحصل الشهر ده؟ ايه اللي هيحصل الشهر ده؟ انا شايفه ان الدنيا هتظبط، يعني ليه هتظبط؟ في هنا دمون، بس انتوا مش ناقصين بطء، يعني انتوا واضح العمليه عندكم نايمه خالص، العلاقه نايمه جدا. في هدوء، في حالة هدوء وحالة سكينة وكله ساكت كده، في حالة يعني، بس دي حالة استقرار، أنا شايفة إن الدنيا مستقرة، ولا ما أعرفش الهدوء ده هل هدوء قبل العاصفة ولا إيه بالظبط، بس أنا شايفة حالة هدوء. كوين أوف كابس بتقول إنه تفكير بالعقل، يعني باصين على العلاقة بعقلكوا تماما، منحين المشاعر، ودي عادتك يا عذراء دايما ان انت بتنحي المشاعر ومش بتفكر بمشاعرك خالص، بتفكر بقلبك بس، وباصص بقى على العلاقة كده وعمال تقيم فيها وبتعيد بقى القديم والجديد. بس انا شايفة تغيير هيحصل، في طاقة جديدة داخلة، وهتمد العلاقة بشوية شوية بوزيتيفيتي، يعني الموضوع هيبقى فيه شوية بوزيتيفيتي شوية، اللي هو لا يا جماعة مش قوي كده، الدنيا هتمشي ان شاء الله. مش عارفة، يمكن تكونوا انتوا برجين من النوع الهادي، العذراء مش عايز يواجه، هي دي المواجهة اللي هو مش عايز يواجهها، انا مش عارف، بس هو معبي العذراء معبي، يعني هو جواه حاجات كتير، جواه حاجات كتير عايز يقولها، فجوه هادي يا عذراء، قول بس بالراحة يعني من غير بس مشاكل، ربنا ان شاء الله يعديها على خير، وطاقة التعب اللي العلاقة فيها دي بإذن الله تعدي بسرعة، ان شاء الله تعدي بسرعة. اللي هيسألني في انفصال؟ لا مفيش انفصال، مفيش بعد ولا حاجة خالص، هو بس حاجات متراكمة، يعني هو واضح ان في حاجات متراكمة بس عندكم. اوكي، يا مساء الورد يلي بتحكي كل شيء صح، تسلمي لي يا نور، بشكرك حبيبتي، فعلا هدوء قبل العاصفه، اللهم احفظني، ده انا. اوكي طب شروق؟ لا ان شاء الله ما فيش عاصفه، صحيح كاتم كتير، هو بقى المشكله في الكتم ده يا جماعه، دي اوحش حاجه، لان بتلاقي فجاه الشريك بقى يبص يلاقي انفجار، هو مش فاهم خير ايه اللي حصل، هو مش فاهم حاجه، يا ريت تحاولوا الحاجه اللي تبقى مضايقاكوا اول باول طلعوها، والله العظيم ده يعني ابوس راسك، الحمد لله. سلامتك يا فاطمه، ان شاء الله الدنيا هتبقى كويسه، ان شاء الله والله هتبقى كويسه، بس خرجوا اللي جواكوا كده، ايه الطريقه سلسه كده بالراحه، بالراحه ان شاء الله كل حاجه هتبقى تمام، مش شايفه بعد ومش شايفه انفصال ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص. متنايل كده نفسي في خبر حلو. لا بصي يا اميره، القرايه الجنرال بتاعت العذراء يعني مش عايزه كلام، لو فاتتك خشي اسمعيها تاني، تحفه ما شاء الله، عندك حق فعلا انا عذراء.
كويس يا فرح، فعلا بنتي جدا ان شاء الله باذن الله هتطمني عليها وكل حاجه تبقى كويسه. ممكن الحوت والدلو، الحوت اتقال يا حيان موجود في الصفحه، والدلو هنقول قريب جدا. اهلا بيك يا خالد. هي ايه حكايه الكروت مالها بتقع كتير النهارده ليه؟ ثانيه واحده يا جماعه. صح، كاتبه ده برج بنتي، ربنا يخليها لك يا حنان وان شاء الله تفرحي بيها وتطمني عليها. كل كلامي صح، بشكرك يا ساسو. طيب يبقى عرفنا المشكله، العذراء معبي وكاتم في قلبه، وهو ده اللي عامل المشكله، بيعمل الحاجه فعلا من ورا قلبه ومن غير نفسه، وتعبان تعبان في العلاقه. خلص اللي جواك، هترتاح بس بالراحه كده. يفهم لو طلع اول باول مش عارف يكون في نفسي ايه، مش عارف بكتم في نفسي. بص يا احمد، مجرد ان انت تطلع اللي جواك سواء اللي قدامك فهم او ما فهمش انت ارتحت، صدقني دي عن تجربه. فهم بقى ويا ريته ما يفهم، يعني احسن ان هو ما يفهمش، المهم ان انت طلعت اللي جواك وارتحت. حاضر يا الز، حاضر هشوف رسالتك حبيبتي ان شاء الله وارد عليك. اتصل النهارده مش شايفه بعد انفصال ازاي، يبقى مش انفصال نهائي ان شاء الله يا بوس، يبقى ان شاء الله مش نهائي، خناقه يعني، خناقه وان شاء الله هتروح لها. اوكي كل الصح، بشكرك يا مباركه، مش عارفه اقرا الاسم اللي بعده. تعالوا نشوف بقى المجموعه الثانيه من برج الجوزاء، بتبتدي سوري برج العذراء، اسفه برج العذراء، من 1 لحد 10 سبتمبر. نشوف بقى من 1 ل 10 اخبارهم ايه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. برضو عنده حب، برضو العذراء في المجموعة الثانية عنده شيلة أكبر منه، بمعنى هموم أو مشاكل. العصيان زي ما قلنا بترمز للمشاكل وللحمول، أوكي، مسؤوليات، عقبات، الحاجات اللي مش ظريفة دي. الشيلة تقلت قوي عند العذراء الشهر ده، مش عارف يرفعها. لو سمحت يا عذراء، الحاجات اللي مش مهمة ارميها واطلب مساعدة، يعني المساعدة هتفيدك. برضو زي ما قلنا يعني احساسه العاطفي عالي الشهر ده العذراء، رومانسي وعايز مشاعر، يدي مشاعر ويستقبل مشاعر، مركز مع المشاعر الفترة دي. جود انجوي ات. في عملية تحول هتحصل عند العذراء، موت لشيء ولادة شيء جديد. الموت اهو والولادة دي شيء جديد اهو، الشمس بتطلع تاني، في قلبان، في حاجة بتتشقلب، ترانسفورميشن، بمعنى حاجة هتختفي خالص وتظهر محلها حاجة تانية. يعني ممكن يكون موت او تحول، مش عارفة اقوله ايه، حاجة عاش بيها فترة، يعني حاجة طويلة وراحت، يعني بتروح وبترجع مكانها، يعني بتولد مكانها حاجة تانية. طاقة القمر حلوة جدا، طاقة برضو هدوء وسكينة، مستكين العذراء في الحالتين الحمد لله، مش مضطرب، ما عندوش عصبية، ما عندوش الحاجات دي، الدنيا عنده الحمد لله هادية. وفي حالة روحانية كمان، يمكن يزود عباداته او بيتأمل، في حالة هدوء كده وصفاء عند العذراء. بس عايزه انبه العذراء لان في شخص وراه متربص له، شخص قريب عارفه كويس وعارف كل تحركاتك. العذراء اللي لسه ما اتجوزوش فيه ده هايربنت، ده زواج، ممكن زواج.
ممكن يكون بيمر بموقف صعب، هو حاليا جوه الموقف، جوه موقف صعب. انا مايله اكتر الموقف صعب، معلش انا مايله اكتر ان هو يكون موقف صعب، بس ان شاء الله هتعدي منه. في شويه حيره، حيران في اتخاذ قرار معين، او انت صاغب كل تركيزك في حاجه ركز فيها جامد جدا جدا، وبدات تهمل حاجات تانية. وزع طاقتك مظبوط يا عذراء علشان ما تهملش حاجه وراك تبقى مش واخد بالك تتراكم عليك. يعني انا شايفه ان الحمول اللي انت عندك دي، او اللي يمكن تكون حمول او مشاكل، ده هيبقى ردك ليها. اوكي، حاجه من الاثنين، اما ان هي الحمول نفسها هتخلص وهتبتدي العاصفه تزول وتبتدي تخش في مرحله اكثر هدوء واقل وطأة يعني من الحمول، مرحله هتعدي يعني خلاص هتخلص بسرعه، او انك انت اللي بتختار انك انت تبعد. لا انا ماشي بقى، وزي ما انتم شايفين واخد بعض وماشي، وهدي بقى كل الحاجات دي داري، لان انا خلاص مش قادر. مش شيله تقيله يعني، فعلا دي مش شيلتك، مش قادر عليها، فتروح سايبها وراك ومشي. فهم حاجه من اتنين، يا هيبقى باختيارك، يا اما هو الوضع نفسه هيمشي بيك كده. بس في كلتا الحالتين المشاكل هتقل والاعباء هتقل.